نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره اسماء هشام، اخصائيه التغذيه العلاجيه. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا جيهان، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله انا كويسه، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا روح قلبي، كله تمام؟ الحمد لله. طب كويس كويس. دلوقتي موضوع الحديد دوت يعني غريب حبتين، او يعني شيء وعكسه وكده. يعني في يقول لك الفول ده حاجه كويسه فيها حديد، وشويه يقول لك الفول بيمنع امتصاص الحديد. فايه الاكل اللي ناكله عشان ما يجيلناش نقص في الحديد، وايه الاكل اللي ممكن ان احنا ما ناكلوش عشان ما يمنعش امتصاص الحديد؟ بصي، مبدئيا الحديد مصدره الرئيسي او اللي احنا نقول بايو افيلبل، يعني فكره ان انت ممكن تاخدي حديد من حاجه بس الجسم ما يستفدش منها. فاحنا بنهتم قوي مش بالمصدر على قد ما المصدر ده يكون الحديد اللي فيه بايو افيلبل. يعني ايه؟ يعني الجسم قادر يستفيد منه بنسبه 100%. الحديد كعنصر امتصاصه بجد حاجات كتير جدا بتعيق، وحتى الاقراص اللي بناخدها كمكمل تقريبا 40% منها بس اللي بيوصل للدم، والباقي بيلوث ديورنج عمليه الدايجيشن او عمليه الابزوربشن بتاعت الجهاز الهضمي. فعشان كده احنا بنقول ان الحديد هو احسن مصدر بايو افيلبل هي البروتينات، سواء اللحمه، الفراخ، البيض، البروتينات الحيوانيه كمان. يمكن النباتيه عليها كلام شويه، زي ما انت قلتي في المقدمه ان الفول من الحاجات الغنيه جدا بالحديد. ده بيقول البقوليات كلها، يعني فاصوليا، بالظبط اللوبيا قصدي، والفول والعدس بالظبط بقى والكلام ده، صح؟ كل ده بالظبط، ما ده بيقول لك الحديد مليان في العدس ولا مش هي مظبوط؟ ريتش جدا، يعني هي ريتش جدا بس كبايو افيلابيلتي لما تخش جوه الجهاز الهضمي بيبقى عندنا حاجه ويعني اسمها ايه بايو افيلابيليتي؟ بصي، البايو افيلابيلتي هي قدره الجسم ان هو يستفيد من الكميه اللي داخله له دي ويبدا ان هو يمتصها بشكل 100%. فهي دي فكره اللي هي البايو افيلابيلتي بتاعته، يعني اللي هي احنا بنقول عليها الاتاحه الحيويه بالعربي، هو قد ايه متاح ان الجسم يستهلكه او الجسم يمتصه. يعني انا لو ما اخدت مثلا 100 وحده فالجسم هيمتص، بالظبط فالبايو افيلابيلتي بتاعتها ال 40 وحده اللي الجسم بالظبط امتصها، وفي بالظبط 60 بقى راحوا في الطريق. بالظبط. اوكي. فالحاجات اللي بتبقى يعني البروتينات النباتيه اللي جايه من الفول والعدس والكلام ده كله بتبقى غنيه جدا بالحديد، الا ان هي بتبقى غنيه برضو بعناصر تانية اشهرها الفايتك اسيد، وده حاجه بتمسك في الحديد وتخليه ما يمتصش، تخلي الجسم ما يستفدش منه. ومش الحديد بس، ده الزنك والمغنيسيوم، فيتامين بي، حاجات كتير جدا دي ايه المادة بقى، اسمها فايتك ايه؟ اسيد. فايتك فايتك اسيد دي ايه بقى؟ دي بتبقى ماده كده موجوده في البقوليات بشكل اكتر اه في المكسرات، وبتبقى كمان موجوده في اكل كتير جدا زي مثلا الرده اللي موجوده في العيش. يعني في ناس كتير جدا ممكن تقول لك مثلا باكل عيش بلدي وباخد معاه بيض، البيض مثلا فيه حديد، فممكن الجسم لو كميه الفايتك اسيد دي كبيره قوي ما يستفيدش من الحديد اللي موجود في الوجبه، نتيجه ان هو بيمسك كل حاجه، عارفه بيعملها زي يكون سطح كده بيحط كل العناصر عليه من فوق وياخدها ويمشي يعني خلاص. انا اكلت بيض بالعيش، العيش ممكن يمنع امتصاص الحديد من بالظبط، لو البيض في رده لما كتير يعني اكل بيض مثلا حاف احسن، صح؟ بالظبط. وفي ناس بتعتمد على فكره الرده اللي هي حاجه بتشبع وتنفش في المعده، ناس بتعمل دايت عشان تخس، فكميه الرده كتيره جدا. عيش السن مثلا، انا ما بحبش عيش السن، ما بكتبوش لحد ليه، لان هو مليان رده، فالرده دي بتخليه يمسك في الكالسيوم، يمسك في الحديد، في المغنيسيوم، في الزنك، في الكروميوم، كل حاجه، وتخلي الجسم ما يستفيدش منها. فمع اللونج ران نبدا نلاقي ناس عندها انيميا واحنا مش عارفين ايه السبب. طب ما ندور، العيش البلدي مليان ردة، يعني معنى كده ان هو مش مفيد، صح؟ هو مفيد بس الفكره في ايه بقى؟ زي ما بيقول لك، عارفه الكسره تغلب الشجاعه، اه يعني إيه؟ يعني انا ممكن اخد عيش بلدي مثلا كتير قوي فاخد قصاده كميه فايتك اسيد كتير قوي، في حين ان انا ممكن اخد كميه تكون يعني مناسبه او بالانس متوسطه او متوازنه، فانا يعني جسمي ما ينعكس عليه تاثير الفايتك اسيد. بس انا بتكلم على الاكسس او اللي هو ايه، المبالغه في ان احنا ناخد رده. في ناس بتاخد، في اقراص رده موجوده في الصيدليات، في ناس بتاخد رده بالمعلقه، فاهمه؟ كنوع من انواع ان هي بتملى البطن فبتشبع. ما كنا فاكرين انها هي حاجة مفيدة بصراحة. هي مفيده فيها فيتامين بي وكل حاجه، بس هي مشكلتها ان هي فيها فايتك اسيد، ففايتك اسيد ده مؤذي، يعني كتره مؤذي. طيب، يعني مهم جدا، يعني حضرتك بتحاولي توضحيه من البداية انه زي ما قلنا كده، انه مش يعني مش الكمية اللي احنا بالظبط بنتناولها دي اللي كلها بنستفيد منها. يعني ممكن نبقى واخدين بالنا انه ممكن يبقى ربعها او نصها هي اللي بنستفيد منها والباقي لا. بالظبط بالظبط. طيب احنا علشان يومنا كده او يعني عاداتنا الغذائية اليومية تكون فيها الحديد كافي، تكون عبارة عن زي يعني يدينا كده نظام غذائي صحي في اليوم، وما يكونش فيه المواد اللي بتمنع امتصاص الحديد او المأكولات اللي بتمنع امتصاص الحديد.
بصي احنا مبدئيا يعني احتياجنا للحديد اليومي بيفرق طبعا بيزد على ايه، على المرحله العمريه اللي احنا فيها. يعني مثلا الاطفال والناس اللي هم التين ايجرز والمراهقين بيكونوا اكتر ناس بيحتاجوا حديد في اليوم، يعني اراوند مثلا 15 ميلي جرام في اليوم حديد هم محتاجينهم يدخلوا من الاكل. لما بيكبر شويه في العمر يعني نوصل مثلا 30 40 50 يبدا الرقم ده يقل شويه، احتياجنا ليه بيقل شويه، لان طبعا بيبقى احنا عندنا طفرات نمو زي مثلا البيبي اول ما بيتولد لحد سنه دي بتبقى طفره نمو، البيبي بيتحول، وعندنا طفره نمو ثانيه البني ادم بيعدي بيها اللي هي في مرحله المراهقه، دول بيبقوا اكبر طفرتين نمو احنا بنعدي بيهم. فوزن الفترات دي احنا بنحتاج كميات كبيره جدا من الحديد. وزي مثلا البيبي بيبقى مولود بيبقى عنده مخزون بس من الحديد اول 6 شهور، لازم البيبي اول ما يتم 6 شهور نبدا ان احنا ندخله الحديد، لان الحديد من الحاجات كمان ان الستريس بتبان الام، فاحنا بنحتاج ان احنا ندخلها من بره. فدي اول يعني ايه اول التقاء كده بيننا وبين الحديد كان احنا بره كده. نبدا ناكل الطفل مثلا على 6 شهور بنكون مهتمين قوي ان احنا ندخله بروتين، ندخله البيض، ندخله الكلام ده كله عشان ده كله مصدر للحديد، بلس ان احنا بنسبه كبيره جدا بنحتاج في الوقت ده ان احنا ندخل سبلمنت او مكمل من بره. بس بعد كده لما نبدا ندخل في مرحله طبعا الدراسه وفي تحاليل روتينيه بتتعمل دلوقتي في المدارس، لازم تحليل الانيميا دوت اول ما الطفل بيخش المدرسه، وبنسبه كبيره جدا زي ما انت قلتي بيطلع يعني 90% من الناس اصلا من الاطفال في السن دوت عندهم انيميا، وده بينعكس على فكره على شهيتهم. يعني احنا دايما بيجي لنا اطفال كده في العياده بيبقى عندهم حاجه اسمها ايدج ريليتد انيروجيا او اسمها بري سكول انيروجيا، اللي هو ايه فقدان شهيه في مرحله ما قبل المدرسه اللي هي السن بتاع 4 سنين 5 سنين 6 سنين، بيبقى مينلي اساسه اصلا ان احنا عندنا انيميا او عندنا مال نورشمنت سوء تغذيه يعني. بس الاطفال بيبقى صعب قوي ان احنا ناكلهم، يعني ما بيرضوش ياكلوا غير حاجات معينه، يعني فرايز، بطاطس محمره، مش عارفه، بياكلوش غير نوعين او 3 انواع من المأكولات، بيفضلوا ياكلون كل يوم مكرونه وبطاطس ومش عارفه فراخ بني، مكرونه وبطاطس، واتنين منهم ما فيهمش حديد، فبيجي لهم انيميا. فازاي نضغط على طفل في سن اللي هو حضرتك زي ما قلتي قبل سنه اولى ده او قبل المدرسه ده بيبقى حوالي 5 6 سنين، ازاي نضغط عليه ان هو ياكل وجبه غذائيه، ما برضاش بقى ياكل بيض وما برضاش ياكل مش عارفه حاجات مفيده؟ بصي هي فكره في السن ده ان احنا بنقول عليه البي كي ايترز او اللي هم ايه الاطفال اللي هم بينقوا هم عايزين ياكلوا ايه، ده الحل بتاعه الوحيد اولا ان انت ما تضغطيش عليه في ان انت اللي هو كل كل كل، لان ده بيجيب معاه مفعول عكسي وبيعمل بقى بعد كده زي حاله نفسيه ما بينه وما بين الاكل وسوء علاقه بالاكل اصلا. طب ما لو سبته هيفضل طول اليوم قاعد على يعني حته عيش اكلها. ما هي احنا بقى في المرحله دي بنحتاج ان احنا ندخل سبلمنت او في حاجات تبقى سبلمنت يعني اقراص في السن ده؟ بيبقى يعني بيدي كده 5 مللي جرام بعد الغداء بساعتين بيبقى فيهم كميه كويسه، على الاقل انت بتدخليه مثلا 60% من احتياجه من الحديد في المعلقه دي، والباقي بقى هو بيكمله على مدار اليوم. بيبقى في مثلا البان موجوده في الصيدليات زي مكملات حاجات تدينا شويه سعرات. بس انا برضو في الخبر اللي كان معايا كانوا بيقولوا الالبان مواد يعني منتجات الالبان بتمنع امتصاص الحديد، هو ده الكلام ده مظبوط؟ لا بصي هقول لك على حاجه، هو الكالسيوم هو اللي بيمنع امتصاص الحديد، هو مش بالشرط ان هي تكون لبن، هو يكون ملك، انا قصدي اقول لك ان هو زي سبلمنت بس بيبقى باودر. ايوه بنحط عليه فاهمه يعني نعمله كده زي مثلا ممكن نعمله مهلبيه نعمله لهم حاجه بس بيكون طبعا هو فورتيفايد اصلا بالحديد، هم حاطين عليه حديد اوريدي تمام، بس ده بيخلي الطفل يوصل له النسبه اللي هو محتاجها من الحديد. بس يا دكتوره بقى منتجات الالبان العاديه اللي هي الجبنه والزبادي واللبن والكلام اللي احنا بناكله ده، والمفروض ان الاطفال بياكلوا ساندوتش جبنه وكوبايه لبن، هو كده احنا بنمنع امتصاص الحديد صح؟ لا بصي لانه كالسيوم الالبان اصلا والجبن مش مصدر للحديد اصلا، يعني هم اساسا مش سورس الايرون، هم سورس الكالسيوم. انا فاهمه. فهي الفكره ان هم لا يعني احنا فكره احنا لو اخذنا مثلا دواء حديد بعد وجبه فيها لبن او فيها كده لا بيبدا ان هو يحصل زي كومبيتيشن كده او ان هم بيتخانقوا مع بعض، لا انت مش هتمتص فيبدا الكالسيوم هو اللي يمتص والحديد طبعا يقع. فهي فكره ان احنا حتى دايما نقول اللي بياخد حديد وكالسيوم يبعدهم عن بعض، ناخد ده بعد الفطار مثلا وده بعد الغداء. طب مش هنحبس بكوبايه شاي بعد الغداء؟ الكافيين بقى طبعا بيكسر الحديد، تعالى بقى كده مفيش حد ما بيعملش كده. يعني مفيش حد من بعد الغدا ما بيشربش شاي. الحديد احنا نقول عليه الحديد ما يحب الشريك، عارفه يعني هو انا ايه قائم بذاتي كده، حدش يجي يشاركني لو سمحتوا، لا كافيين بقى ولا كالسيوم ولا حد يجي جنبي، انا بحب امتص لوحدي كده. يعني ما ينفعش نشرب شاي بعد الاكل، يعني الافضل ان احنا نستنى نص ساعه او 40 دقيقه وبعد كده نشرب، بس بلاش اللي هو ايه بعديها على طول. نص ساعه 40 دقيقه ده شغال تمام، مش وقت قبل ما نعمل شاي يعني. والسيدات بقى اللي هم طبعا عندهم الدوره الشهريه كل شهر والطمس والحمل والولاده والكلام دوت،
بصي ظروفهم طبعا ايه في ان هم في موضوع الحديد، ان هم يعني المفروض بقى ياكلوا اكل مكثف اكتر من الحديد، في حديد اكتر صح؟ طبعا يعني احنا اهم حاجه طبعا احنا نتاكد بس ان احنا ما عندناش مشاكل في الجهاز الهضمي، لان احنا كل ما بنكبر في العمر اصلا قدره الانزيمات والخلايا بتاعه الجهاز الهضمي ان هي تمتص المواد الغذائيه بتقل. احنا مهم قوي ان احنا دايما نشتغل على حته ايه، صحه الجهاز الهضمي، ناكل الاكل اللي يخلي جهازنا الهضمي سليم بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستفيد اصلا من الاكل اللي ناكله. ان في ناس كتير جدا، يعني عايزه اقول لك، في ناس مثلا بتعمل تكميم معده بيكون عندهم الحديد دايما حديدهم يعني منخفض 3 و2، بلاقي ارقام مرعبه بسبب ان خلاص احنا اوريدي شلنا المكان اللي هو بيمتص الحديد وفيتامين بي 12، فخلاص احنا لازم ناخد محاليل. فهي فكره التقييم البدري ان احنا دايما نبقى عارفين مثلا الحديد ده بيفقد فين، لو مثلا سيده حاطه لوب مثلا فعندها بليدنج او عندها نزيف كل شهر، لا انا محتاجه اقف هنا واشوف الحديد ده بيروح فين. ما هو الحديد هيروح في حتتين، يا اما في قرحه في المعده وفي نزيف داخلي مش متشاف وده بيبان في تحاليل البراز، يا اما او في المنظار، يا اما في مثلا لوب او في اي حاجه انا بستخدمها سواء تيجي منع حمل هي مش مناسبه لجسمي، فانا محتاجه اقف هنا واعيد تقييم الموقف تاني. لكن في ستات للاسف بتسكت على مسافه السنين وهي عندها بليدنج وتقول لك لا مش مهم، فطبعا دي مشكله كبيره طبعا. اكيد طبعا. طيب يعني يا دكتوره اسماء بشكرك بجد، دكتوره اسماء هشام اخصائيه التغذيه العلاجيه، على وجودك معانا النهارده، والنهارده كانت الحلقه مخصصه للهيم والغير هيم. طلع ان الهيم دوت الحيوان، الحديد من بالظبط المصادر الحيوانيه والغير هيم من المصادر النباتيه، والاثنين بالظبط مهمين، طبعا مهمين، ما ينفعش افضل على هيم واحد واسيب التاني. لا لا طبعا التوازن مهم كل حاجه. طيب بشكر حضرتك دكتوره، وعلى وجودك معانا على نجوم اف ام، شكرا ليكي، شكرا.